وضربه المرمى اللي اتلعبت قصيره عن طريق شيفو. عاليه المره دي المحاوله عند عمر السعيد لكن يقطع من قدامه بحبح. مؤمن عاطف يرجع لمحمود شديد في اليمين، استلامه من احمد حسين. احمد حسين لعب، يا ولد يا ولد يا ولد، انفراد انفراد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سمير، يا ولد يا سمير، هي بالعقل يا سمير يا فكري. الاولى ضيعها لكن التانية ما ضيعهاش. جماعة حد يكلمني على البينية الروعة اللي ضرب بيها خط الدفاع احمد حسين. يا ولد وسمير فكري، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، جملة حلوة. وهنا بقى المرة دي يا ولد يا ولد، شوف هنا سمير، تعالى 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 يا عواد، يا ولد يا سمير يا فكري. شوف احمد حسين ضرب خط دفاع الزمالك بالكامل، شوف هنا روقان سمير فكري، يا حلاوتك لعيب يا سمير يا فكري. يسجل الهدف الاول لنادي الداخلية في الدقيقة 3. الداخلية يتقدم مبكرا بهدف اول عن طريق سمير فكري. يا لعيب يا لعيب، ببرود اعصاب وبكل هدوء وبيشاور على عقله. اه والله يا ابني بالعقل، اه والله يا ابني بالعقل. شوف هنا 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 الحته دي، الحته دي اللي هو تعالى، وهدف مرسوم وهدف جميل منه. ورجعت مره ثانيه عند رؤى، حاله من عدم التركيز تنتاب لاعب الزمالك حتى اللحظه، ويعني كرات مقروءه. هنشوف بن شرقي واحد من اللي بيمتلكوا حلول غير مقروءه، لكن نشوف سيف جعفر يسدد. يا ولد يا ولد يا سيف يا جعفر، حل غير مقروء، حل غير مقروء من سيف جعفر، يركنها على يمين حارس المرمى رضا سيد ويسجل التعادل عشان الزملكاويه يفرحوا، ويفرح ملك النص، يفرح ملك النص فاروق جعفر، يفرح بسيف عادل. يا ولد ادي حل غير مقروء، يا ولد يا سيف يا جعفر، يا ولد استلم وشاط بكل روقان وبكل هدوء. سيف يركن على يمين حارس المرمى رضا سيد ويعيد الزمالك للمباراة. سيف فاروق جعفر هو اللي يرجع الزمالك. ضغط بابا ديوب مرة تانية، يرجع ياخدها كويس ويسدد، وهنا خبطت ووصلت سهلة عند حارس المرمى. يعني طمع كده التسديده اللي فاتت، يعني كان طمع كده أسامة كاجو، كان ممكن يتصرف فيها بشكل افضل، كان ممكن يحط اللعيبه في موقف 3 على 3، لكن هو فضل التسديد وعبد الله جمعه، لكن خبطت فيه محمود شديد إناوي. رجعت لعبد الله جمعه، يسلم الكوره عند عبد الشافي اللي يلعب واحده اماميه عند اشرف بن شرقي، بيحاول عدى. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أغيب أغيب أغيب، وأنا أشرف بن شرقي بمهارة. يا ولد ضحك على بحبح وقال له باي باي أنت يا بحبح، ويسجل الهدف الثاني للزمالك. قلت لك هنفوق كده على هدف عالمي، هو ده اللي فيه التفكير يا فريرة، هو ده اللي فيه التفكير يا فريرة فعلا. أشرف الكرة اللي اتلعبت هنا بقى، أشرف بن شرقي استلم يا ولد وحط بحبح وركن الكرة على يسار الحارس. مين اللي سجل؟ سيدي بن شرقي هو اللي يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي الزمالك. ادي هنا الاستلامة يا ولد، ومن قدام بحبح استلم وخد مساحة وركن على يسار حارس المرمى. في المغرب هناك سيدي بن شرقي، في الزمالك يسجل ويمتع ويحرز الهدف.